ويستمر هذا الاتجاه لنتحول إلى زاوية كلام صريح في أخيرة صحيفة الانتباه للكاتبة سمية سيد، وجاءت هذه المرة بعنوان الإعفاءات لا تكافح الفساد. تستهل سمية زاويتها بالقول لو أن رئيس الوزراء محمد طاهر إيلة استبق قرارات الإعفاء والإقالة التي أصدرها بحق عدد من المسؤولين بتكوين لجان تحقيق ومساءلة، من المؤكد كانت ستفهم في إطار الجدية في مكافحة الفساد، وما كان مكتبه اضطر لإصدار توضيح يبرر الإجراءات والقرارات تلك. وتقول الكاتبة الآن لم يمض الوقت ولابد أن يلجأ رئيس الوزراء إلى إعمال مبدأ المحاسبة وإجراء تحقيقات شفافة تطال المؤسسات التي تم حلها والمسؤولين الذين تمت إقالتهم، خاصة أن عددا من هذه المواقع ظلت مكان شبهات أو تدور حولها تساؤلات عديدة في طريقة إدارتها. وتتابع الكاتبة ظهرت أمس جماعات الضغط لإلغاء قرار أول أمس رغم أن أجل الصندوق انتهى أصلا منذ أكثر من 5 سنوات. تزيد الكاتبة قائلة تردد أن قرارا تم إصداره بتجميد حل صندوق إعادة بناء وتنمية الشرق بعد لقاء جمع مساعد الرئيس موسى محمد أحمد مع رئيس الجمهورية عمر البشير، فإن كان ذلك صحيحا فهذا يعني أن رئيس الوزراء يغرد خارج سرب المؤسسية باتخاذ قرارات كبيرة ومهمة دون استشارة مؤسسة الرئاسة، خاصة أن إنشاء صندوق إعمار الشرق تم بموجب قرار من رئيس الجمهورية. وتذهب الكاتب إلى أنه ليس صندوق إعمار الشرق فقط الذي يجب إخضاعه إلى المراجعة والتفتيش، بل كل المؤسسات الأخرى مثل المؤسسة العامة للنفط وشركة السكر السودانية والتعدين، بعضها له سجل معلوم من التجاوزات على تقرير المراجع العام. وتختم سمية زاويتها بالقول من غير المقبول أن تكتفي الحكومة بالإقالة والإعفاءات وحل المؤسسات لتقنع الرأي العام بأنها تحارب الفساد.